التحصيل ديالو اقليمي جهوي وطني وكذلك دولي. محطه كثيره لازمنا الفنان ديالنا، محطه كثيره بدا فيها، محطه كثيره كان فيها حامل رساله المدينه التنميه تبغي تنسقوا عليه ودائما الثقه الكبيره في حقك الفنان. غادي ندعي وكنبغي للجميع انه يحيي هذا من عطاء ديالو واللي مصبر. حضور الكريم سيدات والساده، رحبوا معايا الفنان الكبير سيدي عبد الفتاح الرمور. دائما تحسين لكم سيدي عبد الفتاح من اوركسترا سمر اوركسترا الكرم. مجموعة من المحطات مع سيدي بوشاكور، مع مجموعة الفنانة، مع مجموعة الفنانة. جدا بشرى عليكم بمثلة خلاصة بسيطة. فقط كلمة بسيطة حق سعد الفلاح. سعد الفلاح هو اللي اكتشف مجموعة ديال الموهوب. واسمعونا شي صوت بزاف ولا نحكوا قريب على الأطفال. قبل ما ندوز للاجواء ديال التكريم صراحه سي عبد الفتاح معروف العمل ديالك والعطاء ديالك والود ديالك والابتسامه ديالك الصغيره يا سي عبد الفتاح. اذا كما كتعرفوا الرابطه اليوم بشخص الرئيس ديالها سعوا انه يخلقوا واحد الجو ديال التكريم فالحضور ديالكم معنا بطبيعه الحال ميزه وشرف. فغادي نبدا بالتصفيقات ديالكم الحضور الكريم سيدات والساده على السيد رئيس الرابطه سي عثمان ساسي. التصفيقات ديالكم سيدي عثمان بما انكم متواجدين اليوم في هذا الحفل ديال التكريم في الحضور ديال سيدي عبد الفتاح العطاء مجهود سيدي عبد الفتاح في كلمه او لتدخل كلمه. السلام عليكم. اول حاجه كنشكركم على الحضور ديالكم وعلى الاحتفال ديالنا جميعا بهذا الهرم عبد الفتاح لم يستاهل كلمة واحدة إنما كلمة كثيرة. بغيت نشكر الإخوان اللي معنا في الرابطة كاملين، إخوان أعضاء الجوق البلدي. بغيت نشكر أي واحد غيور عن الفن والفنانين في مدينة تالودان. هذه بادرة بسيطة وإن شاء الله مرها إن شاء الله حفلات وتكريمات أخرى إن شاء الله. إحنا إلا ما علينا بعضياتنا ما كاينش اللي يعنى بنا. وشكرا جزيلا. الناس كاملين اللي وجهوا حضور معنا وتقاسموا معنا بالفرحة طيلة البرمجة اللي خصصناها سي عبد الفتاح قضية الفنان. سي عبد الفتاح مصدر كبير. قبل ما ندوزوا للتكريم غير ناخذوا منك كلمة حق الحضور، حق الناس كاملين اللي حكوا لنا، الناس اللي من باب الحي تبعيد والناس اللي كيعشقوا سي عبد الفتاح. مساء الخير عليكم. أنا كل ما نقول بارك الله فيك، هذه أول كلمة للسادة خالد العدوان مدام ديالي. شكرا. Yeah.
كلمات جميلة بطبيعة الحال، دقيقة بمعنى كل شكر موجه لكل شخص أو لكل فئة. Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. ساسي عثمان رئيس رابطة موسيقي ومهني الحفلات بمدينة تارودانت. اليوم بتاريخ 12 يناير 2023 تم تكريم واحد من أعمدة الفن بمدينة تارودانت، فنان أعطى الكثير لمدينة تارودانت ولأبناء مدينة تارودانت، فنان كان وراء اكتشاف مجموعة من المواهب الرودانية، الفنان عبد الفتاح الغندور غني عن التعريف، يعني الساحة الرودانية كلها كتعرف هذاك الفنان. الحمد لله كان حفل بهيج، حفل حضر فيه مجموعة من الفنانين، حضروا فيه مجموعة من الجمعيات، حضروا فيه جمهور متعطش، جمهور راقي. اللهم لك الحمد، وفقنا فممكن نردو القليل والقليل لهذاك السيد لأنه أعطى الكثير لمدينة تارودانت والفن بالمدينة. كنتمنى إن شاء الله التفاتات المجموعة من الفنانين اللي كيستاهلوا وكيستحقوا، بحكم بأن القطاع ديال الموسيقى والفنانين ضر كثير إطر الجائحة. بغيت كذلك نشير بأن الفنان الروداني والفنان المغربي في أمس الحاجة للالتفاتات، في أمس الحاجة للاهتمام أكثر، لأن الحمد لله اليوم شفنا مجموعة من المواهب تارودانت في أمس الحاجة لمعهد موسيقي، في أمس الحاجة للجمعيات اللي تكون هادفة، جمعيات اللي تكون كتحرك في الميدان الثقافي. تارودانت باختصار محتاجة لثورة ثقافية وطورة فكرية اللي ترقى إن شاء الله بالمدينة، لأن فيها مجموعة من المواهب، مجموعة من الطاقات الشابة، يعني مجموعة من الناس اللي بغات تخدم، بغات تعطي المادة الخام كاينة، فخصنا نصنعوها من هنا. فكيبقى هذا من ضمن الأهداف ديال الرابطة. كذلك الشق الاجتماعي اللي في الرابطة ديال الموسيقيين عندنا هو مثل هذه الالتفاتات، ففكرنا في هذه القضية نبداوها إن شاء الله، والحمد لله من بعد نجحنا فيها غنفكروا إن شاء الله في مبادرات أخرى، والقادم أجمل إن شاء الله.